هاي ايفريون، اليوم فقرة جديدة تحت عنوان الصحة النفسية بزمن كورونا بالتعاون بين مجلة المستشفى العربي ومركز بيلر سانت لوك طبي بهيوستن تكساس. بيسعدنا اليوم استقبل الدكتور نيدال مقدم. دكتور نيدال استاذ مشارك في كلية الطب في جامعة بيلر، وهي خريجة الجامعة الأمريكية في بيروت، متخصصة بالطب النفسي وعلاج الإدمان. بتركز عملها مع فئة الشباب والبالغين، تتركز اهتماماتها البحثية حول كيفية استفادة الطب النفسي من التقدم التكنولوجي في تشخيص الأمراض وعلاجها. أهلا وسهلا دكتور مقدم، نحن سعيدين اليوم بوجودك معنا. ميرسي كثير، أنا كثير سعيدة أكون هون اليوم. إيه نحن كمان، وخاصة أنه حضرتك من بيروت، يعني so we are proud of you. أول سؤال دكتور، نحن بنعرف إنه القلق والتوتر والعصبية الزايدة هي المشاعر اللي كانت مرافقة كل العالم بكل المجتمعات خلال جائحة كورونا. بدنا نعرف شو تأثيرها على الصحة النفسية والعقلية عند العالم. للأسف الكورونا كتير مأثر على الصحة النفسية، مش بس بالبلاد العربية، طبعاً بالبلاد كلهم. نحن عادة منشوف بين 15-20% من العالم اللي عندهم شوية كآبة شوية قلق، بس هلأ بالوضع الحالي مع الكورونا فيروس عم نشوف أرقام بـ 30-40% وحتى أكتر. ففي إفكت كتير كبير عم بيصير، ولازم العالم يتعلموا عنه لحتى يعرفوا يهتموا بحالهم وبعيانهم. وإنه كيف الواحد بيقدر يسيطر على هالحالة اللي عم بيكون عايش فيها بهالأيام؟ شو بتنصحي؟ أول شيء هو إنه لازم نفهم شو المشكلة. الكورونا فيروس بحد ذاته هو جرثومي وهو كتير كتير صغير، يعني ما فينا نشوفه بالعين المجردة. والكورونا فيروس هو منه الفيروس الوحيد بهيدي العائلة، وهي عائلة فيروسز اسمهم كورونا فيروسز، فيها أكثر من 1000 فيروس. وهذا الفيروس مساقب أنه نط من حيوان للإنسان، ونحن طبعا ما كنا معودين عليه، فعم نمرض منه كتير. هلأ في فيروس كتير، في جراثيم دائما كل الوقت منرشح منقرب، بس ما منموت منهم عادة الحمد لله. فهيدا الفيروس مشان ناط من الحيوانات كان بعده كتير قوي على سيستام العالم، ومشان هيك عم نعاني منه. فأول شيء بالنسبة للصحة النفسية هو لازم يكون عندنا طريقة ناخد معلومات صحيحة، مشان إذا ما بعرف المعلومات من وين عم تجي رح كون خايفاني، رح كون عم بقلق، ورح كون ما بعرف شو لازم أعمل. So لازم ننتبه كتير شو عم نقرأ على الإنترنت، لازم ننتبه من وين عم يجوا معلوماتنا. في يقلك مثلاً إنه الـ WHO الـ World Health Organization عندهم ويب سايت كتير كتير منيح، بس ما كتير عالم بيروحوا عليه للأسف. بدي أقولكم تنتبهوا من اليوتيوب فيديوز، انتبهوا شو عم بتشوفوا كمان. مزبوط، بس كمان شفنا كمان شوية contradictions بأوقات المعلومات اللي عم تعطيها. حتى الـ WHO يعني بلشوا أول شيء إنه الواحد ما لازم يحط الماسك كل الوقت، رجعوا غيروا رجعوا قالوا، يعني العالم بعتقد عم بيصير في عندهم conflict بهالموضوع، مش هيك؟ بعتقد الخوف عم بيأثر عليهم أكتر. شو رأيك بهالموضوع؟ 100%. وبعتقد الحل الوحيد لهالموضوع هو انه تعاملي هالفيروس مثل اي جرثومة تانية، بدل ما تفكري انه هو فيروس سبيسيال، عاملي مثل اي جرثومة تانية. منغسل ايدينا صح، منجرب اذا حدا مريض ما يكون قريب لغير عالم، والماسك دايما بيساعد. يعني بتشوفي بالبلاد الاسيوية بيلبسوا ماسكات كل الوقت، فاذا بتعامليه كأي جرثومة ساعتها بتكوني عم تتوقي صحتك، وخاصة صحة اللي حواليك اذا كانوا كتير صغار بالعمر او كتير كبار بالعمر. بالنسبة للحجر المنزلي، يعني كمان شفنا انه الحجر المنزلي كان عم بيزيد من العبء النفسي على العالم، لانه العالم منهم معودين ينزربوا بهالطريقة بالبيت. أكيد كمان زاد الخوف عندهم، ما كانوا عارفين شو بده يعملوا، يعني صاروا خايفين يطلعوا من البيت، كيف بدهم يتوقعوا، كيف بدهم، يعني هيدا الموضوع كمان زاد كتير، وأثبتت كمان البحوث والدراسات أنه كان عليها كتير تأثير، يعني أكتر من الكوفيد 19 بحد ذاته. هو الحجر بحد ذاته كان عنده تأثير كتير كتير قوي على العالم.
أو بدون شك الحجر كان كتير صعب على العالم، وخاصة إذا مش معودة تعدي بالبيت بيصير في مشاكل بين العيال، بيصير في مشاكل بين العالم وأزواجهم مع الأولاد خاصة. في عنا كتير هلأ عم يجينا كتير حالات اللي بيجوا بيقولوا طب أنا شو بعمل، أولادي ما عم يحكوا معي، خاصة إذا الأولاد كانوا مراهقين أنه ما بدهم يحكوا معنا، ما بدهم يتعشوا معنا، قاعدين بأوضتهم كل الوقت ما بتعرفي شو عم بيصير. فالحجر كتير بيأثر. هلأ خليني أقولك أنه في انواع ديبرشن، في انواع كآبة، طبعا مشكله القلق ومشكله التوتر نفس الشيء. فلما نحن نكون معرضين لشيء مثل الحجر اللي عم بيصير معنا هي رياكشن، رده فعل لهالشيء. هولي صحيح بتحسي حالك مضايقه وصحيح بتحسي حالك كثير معصبه، بس هولي بيروحوا، يعني لما اظهر وغير جو بيروحوا كلهم. نحن لما اللي بنعطي الهم واللي بيجي لعنا حالات اكثر شيء هو لما هالمشاكل يبقوا انه ظهرتي وفشلتي خلقك وبعدك مضايقه وبعدك مش عم تقدري تنامي وبعد في مشاكل بالصحه، ساعتها بدنا علاج. اوكي سو بس انت من خلال عملك اليومي يعني عم بتشوفي حالات اكثر اكيد اكتئاب ديبرشن، يعني كيف الواحد، شو النصائح اللي بتقدميها للاشخاص الاصحاء يلي ما عندهم اصلا ديبرشن يعني او ما عندهم مشاكل نفسيه، شو بتنصحيهم تما يفوتوا أو يتجنبوا الاكتئاب؟ So عم شوف depression عم شوف anxiety كمان، so بركي بنحكي عن اثنين بنفس الوقت. depression هو لما الواحد يكون زعلان وكئيب، ليش عم بيصير معي هيك، كان عندي مشاريع، كان بدي روح على الجامعة، كان بدي بلش بروجي جديد، كان بدي اترقى بالشغل. الكئيبة اللي بتصير من وراها هذه عادة بتنحل لما تنحل القصص، لما نظهر من الحجر، لما ترجع الحياة على طبيعتها. إذا ما زبطت ساعتها بيكون بدنا علاج، والعلاج فيه يكون يا أما ثيرابي إنه نحكي عن الموضوع، مشان طبعاً الحكي كتير بيساعد، أو أدوية إذا الثيرابي ما اشتغلت. بس اللي عم نشوفه كمان هو anxiety، القلق. الانكزايتي عم نشوف يعني 40-50% عالم ما عم يقدروا يناموا صح، يا اما ما عم يقدروا يغفوا، تحطي راسك على المخده وما فيك تنامي مشان عم توسوسي، يا اما عم بفيقوا بنص الليل خايفين. فالانكزايتي مش رح اقول لك اصعب التعامل معه، بس رح اقول لك انه التعامل معه شوي مختلف. مشان في عالم مثلا طبيعتهم بحبوا ينظفوا، لما تقولي لهم في فيروس والفيروس هلا عم بيأثر علينا، صار التنظيف واصل لدرجه انه بتشوفي ايدينا حمر قد ما عم نصوبين وما عم نخلي حدا، صار من نوع الوسوسه يعني الوسواس عند الاشخاص. مزبوط صح. سو اول سؤال بنساله هو انا عم شوف كئيبه ولا انكزايتي وسوسه، والعلاج طبعا بيختلف شوي للاثنين. شو بعطي نصيحة؟ بعطي نصيحة إذا فينا نعمل سبور ونظهر شوي لبرا بطريقة آمنة، بليز لازم نعمل سبور، حتى لو قعدنا بالشمس نص ساعة أحسن من مشي. حتى لو مشينا مش إنه ركض وتروحي على الجيم، بس أي نوع exercise رح يساعد كتير. بدنا نخفف التي في والسكرينز، مشان كل ما قعدنا على التي في والتليفون رح نعصب أكتر. وبدنا نترك شوية وقت للعائلة والأصحاب، لازم نحكي مع غير عالم وإلا منحس حالنا كتير كئيبين. شو هول الثلاث نصايح اللي بعطيهم؟ يعني communication لازم تدل لو through social media وهيك، لأنه هلأ ما عنا كتير أكسس إنه نقدر نشوف بعضنا live، يعني فيمكن communication لازم تكون حتى مع الأهل، لأنه في كتير عالم صار عنده اكتئاب لأنه ما عم بيشوفوا أهلهم لانه خايفين عليهم، سو ما عم بيروحوا لعندهم، فهي مشكله. ايه ونحن هلا محظوظين انه في انترنت وفي زوم، يعني على القليله فيك تطلع عليهم حتى لو مش موجودين ان بيرسون، بس كتير مهم انه نخلي هالتواصل، التواصل كتير بيساعد. وكيف كنت عم بتتم الاستشارات الطبيه هلا بهيدي المرحله، يعني تيليميديسن او عم كنت عم تستقبلوا ناس بالعيادات، او يعني how يعني كيف ال patients كانوا عم يتواصلوا معكم؟ أكثر شيء كنا عم نعمل تلامدسن، عملنا شهرين تلامدسن تقريباً 100%، وهلأ رجعنا عملنا 25% visits face to face، والعالم عم يجوا وعم نوصل لل 50%. في عالم ما بدهم يتركوا بيتهم ونفهمهم كلياً، بس في عالم ما بيرتاحوا على الشاشة الصغيرة. وطبعاً في عالم لازم يجوا يشوفوا الطبيب، مشان بدك تعملي فحص، بدك تسمعي صوت الرواية، أو حتى بدك تشوفي شيء بعينك
صعب كتير تعمليها على الشاشة. هلأ نحن محظوظين بالطب النفسي إنه الشاشة منيحة ما في شيء كذكر إقدام يعني. بس ما بتريح الكل. وإنه بس كمان في أشخاص they need personal contact يعني كمان يمكن. ما بيحبوا كتير الشاشة مظبوط مثل ما عم بتقولي. وهي مش بس قصة الشاشة، قصة انه انت لما تكوني رايحة مثلا نقول عندك موعد ثيرابي ورايحة وبتعرفي بدك تفشي خلقك، الفكرة انك تطلعي بالسيارة وتسوقي على الموعد بتكوني عم بتفكري باللي عم بيصير، وبتكوني حطيتي هالساعة على جنب انه انا هالساعة رح اهتم بحالي ورح احكي عن اللي عم بيصير معي ورح اجرب حل اللي عم بيصير معي. مش مثل اذا كنت قاعده بالبيت والولاد عم بنطنطوا في ضجه، ما عندك هالبفر بين اثنين، ما عندك هالتحضير، انه ما عندك هال 20 30 minutes انه انا سقت نص ساعه لاوصل لهنيك فكرت باللي بدي اقوله، صح؟ لما تكوني بالبيت ما في هالانفصال بين البيت والشغل وموعد الطبيب. هذه مشكله لبعض العالم. اكيد. هلأ بنعرف إن المصابين بفيروس كورونا كمان بحاجة لدعم نفسي، اللي هي كمان عم بتقدمه المستشفيات وقت يكونوا موجودين بالمستشفى. شو هي الخطوات اللي بتتخذوها مع لمساعدة مرضى الكورونا فيروس بقلب المستشفى، مساعدة نفسية يعني؟ عم نقدم له المساعدة النفسية كل يوم، وعم نستعمل الآيبادز مشان طبعا عم نجرب نخفف العالم اللي عم بيفوتوا اللي عندهم، بس عم نحكي معهم كل يوم شي نص ساعة 45 دقيقة. وأكتريتهم ما عم بيغيزوا أدوية نفسية، بس في منهم يلي عندهم مشاكل سابقة اللي منحس إنه أوقات بيستفيدوا يرجعوا يبلشوا على دواء للأعصاب. وأهم شيء وهذه شغلة بعد ما حكينا عنها عم نذكر العالم كتير، إنه إذا كنا منشرب كحول أو إذا كنا مندخن شيء ننتبه إنه هالمرحلة ما تخلينا نشرب أو ندخن زيادة. مشان هذه كمان عم بتكون مشكلة، الكورونا بيأثر على الرواية وإذا مندخن أكتر كتير رح نتأذى. عم بتشوفي إدمان زيادة عند العالم يعني؟ ما يعني المدمنين مثلاً عم بتسوق حالتهم، أو في ناس غير مدمنين عم بيصيروا مدمنين على الكحول بس تينسوا يمكن الوضع اللي عايشين فيه هلأ حالياً؟ عم نشوف كتير من هالحالات للأسف. وواحدة من المشاكل اللي عم نشوفها إنه في عالم منهم كئيبين بس معصبين كتير، they're very anxious، فعم يشربوا أكتر، عم يشربوا أكتر مشان ما عم يقدروا يناموا صح. فبيشربوا إنه بياخد كاس نبيت قبل ما نام، هالكاس نبيت بيصير ثلاث كاسات، بيخلصوا الأسبوعين ثلاثة تعود الحجر صار عنا مشكلة. سو إيه عم نشوف شوي من هالمشاكل. وطبعاً مثل ما قلت أكتريتهم رح ينحلوا لما يخلص هالوضع، بس بما إنه ما نعرف إمتى يخلص الوضع ما فينا كمان نستهتر. لا إن شاء الله قريباً يعني. هلأ بيأكد الأطباء أنه الخوف بيضعف جهاز المناعة، ونحن بنعرف أنه جهاز المناعة كتير مهم ل to get over يعني الكوفيد-19، وبيؤدي للتدهور الحالة النفسية والعضوية كمان والجسدية. شو الأسباب أول شيء يعني، وشو اللينك بين الخوف والجهاز المناعة؟ اللينك هو بين الستريس وجهاز المناعة فعلياً، وهذا سؤال كتير منيح. Thank you أنك سألتي. الستريس بيزيد الانفلاميشن ليفل، مثل كأنه الواحد عنده التهاب، وهول الانفلاميشن معمولين لحتى نحن ندافع عن نفسنا، صح؟ سو هذا الجسم عم بيقول للمناعة إنه إنه بليز انتبهوا، إنه لازم هلأ الجسم يكون على أهب الاستعداد مشان معقول يصير شيء. الستريس بيبعث لك هالمساج، وكل لما نعمل تستات كل الانفلاميشن ماركرز بيكونوا عاليين. المشكلة بهالانفلاميشن ماركرز إنه كمان بيزيدوا الانزايتي سو القلق، وأوقات بيزيدوا الدبريشن وبخربطوا النوم كتير. سو هذا الإفكت بين 30% و40%. هذا يصاب رح تسأليني كيف منحلها. بليز ما تاخذوا ادويه كيف ما كان، هاي اهم شغله. هلا عم بتشوفي كثير عالم انه في اخذ هالفيتامين، في اعمل هيك، في يسوي هيك. الفيتامين ما بيأذي، بس بنفس الوقت ما بدنا ناخذ شو ما كان، مش ما في شيء لهلا في اثباتات انه بيشتغل. مظبوط. سو بدنا بليز تنتبه. سو يعني الصحه النفسيه هي بتساعد بعلاج المرضى الكوفيد 19 وبتقوي لهم مناعتهم، يعني هيدي لينك واضح بهذا الموضوع يعني.
صح. اللينك واضح انه لما نكون مرتاحين اكثر مناعتنا بتكون احسن، وانه لما نكون متضايقين المناعه بتنزل شوي. اوكي سو كمان لاحظنا بالشغله بالنسبه لمرضى الكورونا فيروس انه عم يتعرضوا لضغوط نفسيه، يعني عندهم احساس بالذنب حتى اوقات لانه هن مصابين بالكورونا، وحتى اوقات عندهم شعور بالعار يعني كانه هن عاملين شيء غلط. هيدا اول شيء شفناها، وكمان هيدا نتيجه التنمر كمان ببعض الاوقات يعني مثل البولينج، يعني بتشوفي اوقات they are bullied من اشخاص قريبين عليهم من العائله من الاصحاب من المجتمع. سو شو بتنصحي اول شيء، هل هالشيء مزبوط البولينج بزمن الكورونا؟ يعني اكيد شيء غلط جدا، وكيف الواحد بيقدر يسيطر او يطلع منها هيدي القصه من بعد ما يعني حسبي مريض الكورونا نصاب بالكورونا وصح يعني مع الوقت وتعالج وكل شيء مش الحال، بس بضل في عنده هيدي المشاكل النفسيه من بعدها من وراء هيدا التنمر؟ بتعرفي للاسف يعني هيدي طبيعه الانسان انه في البولينج وفيها التنمير وفيها التهكم على الاشخاص الباقيين، بس الكورونا منهم من نوع الأمراض يلي لازم يكون في منها هيك، مشان ما حدا بيعرف كيف لقطه. في على القليلة 50% من الحالات يلي ما عندهم عوارض، فأنا معقول هلأ اجي تلفن أو احكي مع حدا ولما التقي فيه نفكر أنه مش مرضى وبيطلعوا مرضى وبيعدوني. إيه ما فينا كمان نلوم الشخص اللي مرض مشان إذا ما كان عارف. صح. هلا اللي عم شوفه مثلا انه في عالم بيقولوا انتم كنتوا عارفين مثلا انه فلان مريض، ليش رحتوا على العشاء؟ ليش تعشيتوا معهم؟ ليش سهرتوا معهم؟ ليش عملتوا حفله؟ هيدي مش انه بفهمها، بس بفهم انه العالم بيقولوا ليش الباقيين ما عم يتقوا ويكونوا حذرين. بس انه تتحكمي على حدا مش المريض هذا مش صح نهائيا، ما بيعرفوا حتى من وين لقطوه اوقات. بس نحن عنا كمان بالمنطقة عنا العربية عم يكون في كتير تنمر من وراء الكوفيد 19، ما بعرف إذا هيدا نتيجة عدم الوعي للموضوع أو ما عندهم الانفورميشن كافية عن الفيروس. يمكن بعتقد هالشي معقول كتير، أو معقول ما بيعرفوا كيف الفيروس ينتقل، مثل ما عم تتفضلي إنه إذا ما بيعرفوا كيف الواحد لقط الفيروس بيفكروا إنه الإنسان لقط الفيروس مشان عمل شيء غلط. بس هو الكورونا بينتقل بالنفس، وإذا أنا هلأ عطست على حدا هذا ما هني ما عملوا شيء غلط، أنا اللي عملت شيء غلط، عطست عليهم وما كنت لابسه ماسك. مزبوط. برأيك لأي مدى أهمية رفع المعنويات وتعزيز ثقة النفس عند مرضى الكورونا بتساعد بتخطيهم هيدا المرض؟ وكيف شو لازم نعمل تنساعدهم؟ وهل هالشي حصراً للأطباء ولا كمان في العائلة عندها دور، الأقارب عندهم دور، الأصحاب عندهم دور بهيدا الموضوع؟ أكيد العائلة إلى دور كتير كتير مهم. أهم شيء العائلة مثل ما قلنا بالأول لازم يكون عندهم معلومات صح، إنه من مرضى الكورونا في بركة 30-40%، بركة 50% بيصير معه شوية عوارض، ومنهم في 10% بيفوتوا على المستشفى، 15% حسب يعني إذا كانوا كبار بالعمر أو عندهم مشاكل تانية. فنحن بدنا لما حدا منحبه ومنعزه بيمرض، أول شيء بدنا نذكره إنه إن شاء الله ما لح يصير شيء، إن شاء الله ما لح تفوتوا على المستشفى، وطبعاً لح يكونوا خايفين إنه يموتوا، وبدنا نذكرهم إنه المورتاليتي من هذا الفيروس بعدها قليلة، ما كتير عالم بيموتوا منه. هلأ طبعاً بتشوف الصور على التيفي، بتشوف الصور العناية الفائقة وهيك بخوفوا، بس هيدا البرسنتج كتير قليل. فنحن لازم نشجعهم ونقول لهم نو، هيدا يعتبروا غريب، وبقى خلينا نكون عم حذرين، بس إن شاء الله ما لح يصير شيء. هلا بعتقد كل العالم هلا بحاجة، يعني من بعد كل هالحجر المنزلي وهالستريس اللي عشناه بحاجة ليوصلوا لمرحلة هيك عندهم هدوء داخلي. شو الخطوات الواحد لازم يعملها تيوصل للمرحلة؟ وانت برأيك شو لازم الواحد يعمل تيقدر يرجع للحياة الطبيعية؟ يعني بنعرف انه ما رح نرجع immediately للحياة الطبيعية او completely، رح يكون تدريجي يعني الرجعة رح تكون تدريجيا، بس انت شو النصائح بتعطيها للعالم تيقدروا يطلعوا من هيدا الموضوع؟ اهم شيء نتذكر انه كل شخص مختلف. في عالم مستعدين يرجعوا على الحياة الطبيعية دغري،
ومش كتير عتلانين هم، وفي غيرهم رح يكونوا كتير حذرين مشان طبيعتهم هيك. فأول شيء لازم نعمله هو الواحد لازم يقعد مع حاله ويقول أنا قدي بتحمل بدون معصب. يعني مثلا إذا هلأ أنا بتقلي لي روح قاعدة بمطعم، معقول ما أرتاح أول مرة مرتين روح على مطعم، معقول كتير أتضايق. فإذا ما بحس حالي فيه أحمل ما لازم روح على مطعم، ما بدي حدا يضغط علي لأعمل إشياء مش مرتاحة فيهم. والتهكم اللي حكيت عليه قبل هيدا كتير مهم. هلأ إذا أنا خايفاني وبدي ألبس كمامة لحتى أكون مرتاحة لازم ضلني لابسي هالكمامة، ما بدي رأي غيري يأثر باللي عم بعمله. فأهم شيء هو نحنا نقرر أنا بشو مرتاحة وشو الخطوات اللي لازم أخدها. بدي أفكر بعائلتي، العالم اللي حوالي، هل في حدا كبير بالعمر، هل في حدا عنده مشاكل طبية. إذا في كبير بالعمر أو مشاكل طبية لازم أخذ extra precautions. So أكيد لازم نلبس كمامة، أكيد ما لازم نظهر كتير. وبعد ما أقرر أنا بشو مرتاحة وشو عندي إشياء سبيسيال للعائلة، ساعتها كمان بعمل سيناريو براسي إنه إذا حدا تهكم علي أو قال لي أوف ليش لابسة كمامة أو ليش عامل هيك، كيف يجاوبون لحتى ما أتضايق. هول النصايح. So أول وحدة هو إنه كل واحد عنده comfort مختلف. في عالم كتير كتير بيتوقف وفي عالم ما كتير بيتوقف، ولازم تعرفي حالك. تاني شيء ما بدنا نخلي الخوف يتأثر فينا، صح؟ وتالت شيء كمان بدنا نجرب نعلم اللي حوالينا انه اذا هن تهكموا خلينا نعطيهم شوية معلومات صحيحة. ومعك حق، الـ WHO قالوا اشياء back and forth، بس في معلومات فيك تقري كفاية عن الموضوع وريالايز انه basic steps are enough. كمامة، غسيل ايدين، وخلينا بعاد. متر مش مترين، مترين is good بس متر is enough. مترين is better. أكيد. هلا كمان عملي شغلة هيدي بالنسبة للأهل والولاد بالبيت، خاصة إذا عندهم تينيجرز بالبيت عم بيعانوا معهم إنه ما عم يعرفوا كيف يوصلوا لهم المسج. بتعرف التينيجرز واليونج بيبل بيفكروا إنه هن كتير بعاد إنه ينصابوا يمكن بالفيروس، أو هيدا الفيروس ما بيأثر عليهم، يمكن يعني بيعتبروه رشح عادي أو غريب. سو يعني الخوف عندهم كتير أقل من الأشخاص الأدلتس أو الأشخاص الكبار بالعمر. كيف بتنصح الأهل يتعاطوا مع التينيجرز، أو كيف يوصلوا للمسج المضبوطة يعني بهالموضوع؟ أنا بعتقد إنه العالم أوقات ما بيقدروا قد التينيجرز بيعرفوا. التينيجرز بضلون على تليفوناتهم وعم يوصلون كتير معلومات عن الكورونا فيروس، بس الأهل والتينيجرز ما بيحكوا عن هالمعلومات. إذا بتطلع التينيجرز عشو عم يطلعوا يوتيوب، إنستغرام، سناب شات، في كتير مسجز من العالم المشهورين عن هالأشياء. سو أنت لما تشوفي حدا من المشاهير عم يحكيكي عن الكورونا فيروس أو عم تسمعي غنية وحكيوا عن الموضوع، لح تتعلمي عن الموضوع. بس بما إنه أنت تين يجر معقول ما تحكي أهلك. سو أنا بشجع الأهل إنه يفتحوا الموضوع مع أولادهم وما يعتبروا إنه الأولاد ما بيعملوا شيء. إنه الأولاد معقول يكونوا بأوضتهم ومعقول يكونوا مش كتير عم يحكوا معنا، بس هذا ما بيعني إنه ما عندهم معلومات. فنحنا اللي بدنا نعمله هو نقول لهم نحنا عتلانين هم كعائلة، منحب نعمل هيك هيك هيك، شو رأيكم بالموضوع؟ ومعقول تتفاجأوا قد ايه بيعرفوا، معقول تتفاجأوا قد ايه عندهم آراء كتير كتير على هالموضوع. يعني يمكن الكوميونيكيشن هي أهم شيء تكون بيناتهم. Absolutely. Yeah. They know a lot. ما في حدا من المشاهير إلا ما حكي بالكورونا فيروس، وهن الأولاد بيوثقوا فيهم أكثر ما بيوثقوا فينا. بس نحن بدنا نعرف شو عم يسمعوا وشو عم يتعلموا. هلا بالنسبة أنتوا عم تعملوا دراسة عن المنتل هيلث وتأثيرها من وراء الكوفيد 19. وين صرتوا بهالدراسة؟ فيك تخبرينا عنها أكثر؟ Yes. So أنا واحدة من الاهتمامات تعولي هو كيف فينا نستعمل التكنولوجي لنحسن الحالات النفسية بالعالم. So عنا دراسة اسمها COVID Sense. هلأ ما بعرف إذا فيك تحط اللينك. COVID Sense هي دراسة تبعت SMS، كيفنا اليوم، كيف نهارنا، شو حاسين. الحلو فيها انه المهندسين اللي معي كتير كانوا مهتمين انه الواحد ما يكون فيه information، تعرفي انه ما بدنا معلومات شخصية عن الانسان اللي عم برد. فبتحط التليفون، بس لما يجي الاس ام اس
كل التفاصيل اللي عم تحطيها بيروحوا بمحل تاني. سو نحن ما بنربط الأجوبة اللي بتعطيها بالتليفون لحتى ما يكون في أبداً مشاكل بالconfidentiality. اللي عم نشوفه ما بعرف إذا فينا نشوف الويبسايت اللي صار عنا لهلأ 550 شخص من 14 بلد، في عنا كتير من البلاد العربية. اللي عم نلاحظه إنه لما يكون الواحد محجور بالبيت الدبريشن طلعت كتير للليفلز بخوفه، في كتير anxiety، في كتير مشاكل بالنوم. وبعرف انه كل العالم بيعرفون هالاشياء، بس حلو انك تعرفي انه غير عالم عم بيعانوا منهم، صح؟ مظبوط. واللي لاحظناه كمان انه لما الواحد يقدر يكون عنده mindfulness اللي هي هالابيليتي الواحد يروق حاله من جوا ويكون عنده مثل شعور بالاطمئنان من جوا، ساعتها الدبريشن بتنزل. سو ليش عم شجعكم على هالدراسة؟ عم شجعكم مشان هذه اللي حتكون دراسة اللي اذا بتروحي على الويب سايت فيك تشوفي شو عم بيكون في نتائج، ما بتشوفي نتائجك الشخصية. مين مكان بيشترك فيها للدراسة واي اعمار، ولا في اعمار معينة او فوق 18؟ اوكي فوق 18 بس بعد من هلا لاسبوعين ثلاثه. هلا عنا ديجا حاطين المعلومات الاساسيه شو الاعمار اللي عنا اياها وميلز فيرسس فيميلز، بس من هلا لشهر رح نحط كمان الاشياء الثانيه اللي هي ديبرشن وانزايتي وكيف عم يتغيروا هالاشياء مع الحجر. فبعتقد العالم اللي مشاركين معقول يروحوا ويقولوا انا عم حس هيك، بس كمان هال 500 شخص كلهم عم بحسوا هيك، واو سو انا مش لحالي. وطبعا لما احس حالي انه هيدي شغله عم بتصير للكل ساعتها برتاح، صح؟ مشان اكبر مشكله بالكآبه والانكزايتي هو بفكر انه بس انا هيك والباقيين مرتاحين، وهذا مش صح. كل العالم عندهم مشاكل بس بخبوها بطريقه مختلفه. ما بدي اذا مش على التينيجرز كمان، انت كنت عم تسالي عن المراهقين. بدي اقول لك المراهقين لما يكونوا مكتئبين او لما يكونوا مضايقين معقول ما يفرجوها مثل ما نحن بنفرجيها كادلتس. سو اذا انا عمري بينو بالاربعينات بالخمسينات معقول يبين علي انه زعلانه، فيك تشوفيني بتقولي لي اف شو بكي، بس 15 16 17 سنه نو معقول يفشوا خلقهم، معقول يطبشوا الباب، معقول يبينوا انه actually مضايقين. سو لما تشوفي هالشيء ما تفكري انه هن مضايقين من شيء، اسالي اسئله اكثر، بركي هن مكتئبين، بركي هن خايفين من اللي عم بيصير، بس مشان الادلسنت كثير بيبينوا غير. اكيد. اخر سؤال، انتي الشخص لازم يروح عند طبيب النفسي باي مرحله؟ يعني شو لازم يكون السيتويشن اللي هو فيه تو سيك يعني هيلب عند الطبيب النفسي؟ لانه في كتير عالم اوكي بنعرف نحن انه الستريس عايشينه كل يوم، انكزايتي بنعيشها من وقت لوقت، بس انه انتين الواحد بيوصل لمرحله الخطر يلي بده هون لازم يروح ويشوف طبيب نفسي بالموضوع. يعني كيف لازم الواحد يعرف او هو ما بيعرف؟ يمكن الأشخاص اللي حواليه بيقولوا له أكثر ما هو بيعرف بينه وبين حاله. الأشخاص اللي حواليه اللي حيكونوا كتير مهمين، في كذا شغلة لازم تطلب علاج. أول شيء وهي أهم شيء إذا الشخص عم يحكي بالموت أو الانتحار. هلأ نحن بحضارتنا في كتير عالم بيحكوا بأنه إف شو هالعيشة، بيريتني مني عايش، and that's okay. بس لما هالكلام يصير جدي، لما هالكلام يصير متكرر، ساعتها أكيد أكيد بدنا نفكر إنه بدنا علاج. خاصة هلأ مع المشاكل المادية في عالم راحوا مصرياتهم كل اللي مصمدينه، فإذا بتسمعي حكي بالانتحار هيدي بدها علاج دغري. تاني شيء إذا تغيروا التصرفات على مرحلة طويلة ومتكررة، دائما تكرار، إذا أنا معصبة على يومين ثلاثة بعدين مش الحال it's okay. بس إذا أنا تغيرت 100% على 3 أسابيع وكل شيء تحسن حوالي وأنا بعدني مش منيحة، هيدا بدها علاج. وفي أوقات العالم ما بيبينوا كتير زعلانين بس تصرفاتهم بيتغيروا، مثلاً بيخسروا كتير وزن، ما بقى عم يأكلوا منيح، أو هني بيقولوا لك أنا أم أوكي ما بني شي، بس أنت شايفتيهم تنتين الصبح قايمين وما عم يقدروا يناموا، ساعتها I would say بدون علاج. yes. والعلاج ما دايماً أدوية، بليز يعني تذكروا أنه العلاج أوقات فيه يكون ثيرابي. العالم أوقات بفضل الأدوية مشان الأدوية أسرع، بس الأوقات للعالم اللي ما بحبوا أدوية الحكي بيساعد كمان.
ما قصدي الحكي مع العائلة، قصدي الثيرابي مع سايكولوجيست. هلا الواحد لازم يروح عند سايكولوجيست اول شيء او سايكايتريست، يعني هذا الفرق كمان العالم ما بيعرفوه بين اثنين، يعني وين الواحد لازم يتوجه كاول مرحله يعني. أنا بقول سايكايتريست مشان أنا سايكايتريست، بس في كتير سايكولوجيست بيجننوا، والسايكولوجيست بيعرف يميز شو فيهم يعالجوا وشو ما فيهم يعالجوا ويبعتوا عند السايكايتريست. المشكلة الوحيدة اللي عندي إياها بإنك تروحي عند السايكولوجيست بالأول، هو إذا رحتي عند سايكولوجيست وطلع إنه بدك سايكايتريست، معقول يكون راح لجا أسبوعين ثلاثة شهر وما قدرت تفوتي عند السايكايتريست، سو معقول نكون خسرنا هالشهر اللي كان فينا نعالج فيه. سو إيه فينا نروح عند السايكولوجيست بالأول، بس كعائلة إذا منحس إنه هالفرد كتير كتير مريض، خلينا ننط هالستيب وننط دغري وناخدهم عند السايكايتريست. جريت. بنهاية هاي المقابلة يعني نحن أول شيء بنحب نشكرك دكتور مقدم على الوقت والمعلومات القيمة اللي أعطيتينا إياها اليوم، وعلى أمل إنه الأشخاص استفادوا شوي يتخطوا تداعيات كورونا ونقدر نرجع لحياتنا اليومية الطبيعية. ما بعرف آخر نصيحة أو آخر شيء بتحب تقوليه للأشخاص اللي عم يشعمونا اليوم. بدي اطمن الكل انه رح تخلص هالمرحلة، عم بتطول شوي علينا وثقيل كتير، بس رح تخلص، بس اعطونا شوية كحكمة، بس اعطونا شهرين ثلاثة اربعة لحتى نفهم شو عم بيصير اكتر مع الفيروس، وبعتقد من هلأ لراس السنة hopefully كله بيكون رايق وزبط. خيك good news باخر الانترفيو. Thank you very much و hopefully we'll meet again soon. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye.